مشاهدينا الخبر تاني، دايما بشوف ان مقياس رقي وحضارة الامم هي الشكل اللي بتتعامل فيه مع الازمات، ازاي بتقف بجانب الشعوب التانية، ازاي بتحافظ على حياة الانسان بصرف النظر عن جنسيته وشكله ونوعه وديانته. مصر من بداية الازمة وهي بتحاول بكل الطرق ان هي تدعم اي مواطن على ارضها، مش بس المصريين، لا فرقت ما بين مصري ولا اجنبي، ولا 4 اكياس عيش للوافد وستة للمصري، لان في الاخر في حاجه بتجمعنا اسمها الانسانيه، وخصوصا في الاوقات الوحشه اللي احنا فيها دي. الفتره الاخيره دي شفنا تصريحات من مسؤولين في دول بتقول عايزين يمنعوا العلاج عن الوافدين، وبعض الدول فيها ناس بتقول انها مش هتعالج اصحاب متلازمه داون اللي هي القدرات الخاصه يعني، وده عشان يدوا الفرصه للاشخاص الاكثر احقيه، ولكن هذا الكلام في منتهى العنصريه واي انسان في الدنيا ما يقبلش فيه. طيب الحقيقة أنا شفت إساءة لممثلة كويتية اسمها حياة الفهد. حياة الفهد قالت فيما معناه إن هي مبتلية بالوافدين، وهي مش عايزة إن هم يتعالجوا في المستشفيات، وإن لو كان الحكم بإيدها كانت رمتهم في البر، في البر الصحراء يعني. ترمي مين حضرتك في البر؟ ترمي المصريين وحضرتك بتتكلمي عن مصر، قومي اقفي وارميهم في البر بعد كده. اطباءكم وافدين، معلموكم وافدين، اساتذه جامعاتكم وافدين. خلينا نتكلم عن مثلا الاطباء الوافدين في الكويت، بتفضلوا الطبيب المصري عن الطبيب الكويتي، يعني مش بتثقوا في بعض، بتثقوا في وفي الآخر هقول أن رأي حضرتك لا يمثل شعب الكويت الخلوق العظيم ذو الأدمية. وأنا شفت اعتذار في أكتر من قناة، وإحنا صدرنا رحب جدا وبنتقبل الاعتذار، بس يعني لو حد هيغلط في المصريين إحنا حضرتك ببوظي علاقاته، وما تعرفيش الكلام ده ممكن يوصل لفين ما بين الشعب الكويتي وما بين شعب مصر، إحنا أشقاء وما فيش حد هيقدر يفرق ما بيننا، وحضرتك لا تمثليهم تماما، ولكن ده رأي شخصي. طيب سلوك مصر في الأزمات اللي زي دي الحقيقة بيكون مختلف تماما، ومن بداية الأزمة الإنسان هو أولويتها بغض النظر عن جنسيته زي ما قلنا. النهاردة وجه وزير الخارجية البريطاني الشكر إلى مصر على دعمها المتواصل والمساعدة وعودة 13 ألف بريطاني إلى بلادهم. كل الشكر والتقدير للإدارة المصرية العظيمة. التغريدة قدامكم على الشاشة أهي. في هذه الأزمة كل طبعا كان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزارة الداخلية الحقيقة بتقوم بدور مهم جدا بجانب دورها في مكافحة الجرائم وحماية أمن مصر والمواطنين، وعملت مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار منخفضة لكل المواطنين. الحقيقة ان في ناس كتير كانت مفكرة ان السلع هتختفي ومش هتبقى موجودة، لا ده هي موجودة وكمان بأسعار منخفضة. خلينا نشوف التقرير عن المرحلة 12 لمبادرة كلنا واحد ونرجع لكم مرة تانية. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. سلع ذات جودة عالية وأسعار مخفضة تتوفر في إطار مبادرة كلنا واحد، والتي تأتي برعاية رئيس الجمهورية، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 12 منها لتوفير تلك السلع ب 776 فرعا ل 18 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 30% أو أكثر عن مسيلاتها خارج إطار المبادرة، مساهمة من وزارة الداخلية في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. السلاسل التجارية المشاركة معلن عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسة إن هو في كل أزمة بنلاقيه أول واحد واقف
في ظهر الشعب، نشكره جدا على ان هو موفر لنا كل حاجة في السوق ومش حاسين بأي أزمة، الحمد لله كل حاجة متوفرة في الوقت الطبيعي. حلو ان انتوا وفرتوا الحاجات دي لنا كده في وقت احنا صعب فيه مع الفترة اللي احنا فيها دي، ومتوفرة بأسعار كويسة وموجودة بكل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها. الكميات اللي موجودة كافية والحمد لله ما فيش زحام، وشايف ان الأسعار كويسة الحمد لله. الناس المفروض تاخد على قد حاجتها بس ما تاخدش زيادة، انت كده بتعمل ضغط على السوق. كميات كبيرة من السلع تتوافر داخل أفرع السلاسل التجارية المشاركة بما يكفل حصول المواطن عليها دون حدوث تكدسات، وبما يضمن سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته، وهي إجراءات تحرص السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة على تفعيلها. المبادرة المرة دي فيها شقين احنا بنشتغل عليهم. الشق الأولاني خاص بتوفر المنتجات نظر للظروف اللي بتمر بيها البلاد بأسعار تنافسية، والشق الثاني الخاص بالمكافحة الصحية لفيروس كورونا. بنعمل مسافات بين كل عميل وعميل حوالي متر تقريبا، متر ونص، بحيث يبقى فيه عدم اختلاط بين العملاء وبعضها. بنعقم الموظفين بتاعتنا وبنلبسهم جوانتيات وكمامات برضه عشان الاختلاط مع العملاء. قبل ما بنخش وزعوا علينا جوانتيات والماسكات، أنا حتى معايا مطهر، هم مطهرين الحاجة قبل ما أدخل. مديريات الأمن أعدت وبالتنسيق مع كبار تجار الجملة بالمحافظات سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من الشوارع والميادين والقرى لضمان استفادة أكبر قاعدة ممكنة من المواطنين من هذه المبادرة التي شاركت فيها أيضا منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي طرحت فيها تلك السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو الهدف الرئيسي من تلك المبادرة في كافة مراحلها. النهارده